تهرب ما طايق شي ما تقلي لي بسيطة من شيل الفيشي الوضع من حولي شواذ كل شي بيصير نكرزني مخوفني معصبني معرفني من عيلي شي نفسي أعرف من وين اتراكم هالدين 30 مليار حلوين يا عين مرسي كتير كلكن ذوق أهلين بشوفك بعدين يا مان تاكسي خدني من هون على المطار بس لحظة لحظة فقسي تيك كاك هيدا اللي ناقصني إرهاب تصنفني وأنا عم رك رك عشغلي اللي هلكني وما عم طلع ليرة ورقبتي تنفك ام بي بي وطول بالك صحتك أهم شي حط التي في بالك شوف الأسهل شي كتير عال خليني قلك شغلي هيدا البلد هيك نختصره بكلمتين سياسة تعاسة رشاوي بلاوي الجورة خطورة والفاتورة محضورة ايه مرحبا كهربا والمي باي يعني الخلاصة عندك خيارين هيدا البلد هيك يا بدك تتعود له يا بدك تتعود له وإلا وطول بالك صحتك أهم شي البلد رح يزبط شيت ناطح الكهرباء يا نصيب بكرة السحب 200 مليون قرب قرب يا نصيب بكرة السحب 200 مليون يا معلم ايه يا نصيب وين هون هون ايه فوق طلع ايوه طلع بطلع طلع يلا اي طابق العاشر عاشر يلا يلا يا معلم مرحبا اخرت طلعت على الدرجه ايه لحظه تاخذ نفس معك نتائج ها نتائج ما معي استاذ كم ورقه بدك ما بدي بدي اشوف النتائج بدي بشوف هالورقه اذا ربحانه ما معك نتائج نتائج لا ما معي بس كم ورقه بدك لا لا ما بدي اشتري انا اصلا بدي اشوف النتيجه كنت خلص ممنون عينك حبيبي بدك ما تاخذنا حبيب قلبي لا انا بدي اشوف النتيجه كنت باي باي الله معك انت الفيلا غطان شانات بعد 5 دقايق بده يطلع الصبي على التلفزيون كلنا ناطرينه بدنا نحضره وين ميري الا غطان شانات تلفنه ميري باي يلا يا ميرو رح يبين الصبي على التلفزيون ولا بعد الحمامات يا مرلي بين الصبي شيل ايدك عن وجهك وعلي راسك ليك الصب حلو ليك منو خاله منو خاله نصح شوي انت يا اسود علي راسك معود على الكاميرا كنت حلو اول مره لك يا عمي شو لبقله طالع وجهه حلو على الكاميرا البلد ما بقى تنطق يعني عن جد كيف واحد بده يكفي على حدا بيكون عنده عائله 3-4 أولاد كيف بده يكفي كيف بده يتعلميهم كيف بده يلبسهم كيف بده يبعثهم على المدارس يعني بالمدرسه فورنيتور فريدي فير كتب مدارس دفاتر ما بعرف كيف اكيد بيكون رح يجيبهم قصص فهم عن غايب يا ناتالي خلص بقى حاجتك بعدين كوم بالقصه هذه كل الخبيه عم كثير بتحكي كثير بتحكي طيب عيني وانا كل ما بطلع طب ما الله جوزك بكون جاي من الشغل تعبان وراسه عم يوجع وخلص ما تطلع على حسب بعد ما هيك مره كان هيك حظ كنت طالع بالاسانسور وانقطعت لو هي خبري يصير فاهم عن غايب يعني شو هي قطعت على الحيط يعني مش مركز ولا شيء اكسترا لحتى اتنفس انا فهمت عليك انا يعني بتضايق اوعد فيي اتحرك بصير بحس رح اختنق شو بدي اعمل صرت صرخ يا ربي خلص ما بعرف هي خبري يصير فاهم على شيء مره وحشت عيديها هي زيتها وحشت الحكي والحكي بيقطع الرزق مش عم بقشع شيء كنت اصلا
كل شيل هيدا مش عم بقدر اشوفه، ما عم بقدر اعمل شيء. ضوي ضوي ما حدا يضوي لي شيء، صرخ مع الشرطه يا عمي. شو بك انا مقطعهم بالاسانسير، حدا يشيلني من هون، حدا يعمل لي شيء، حدا مش عم بقدر شيء قصه، حدا يطلع فيي. انا ما لي غير شيء، شو بدي اعمل غير صرخ؟ صرت صلي ورا صرا ورا صرا ورا صرا ورا صرا، وصير جرب تلفن، ما في حدا يقدر تلفن. شو يعني ما في ارسال؟ رجع تلفن، ما حدا تلفن ارسال. شو عم تسكت؟ عم تحكي عندي؟ شو عادي مش عم تسكت؟ الا بالعاده تسكت؟ ما عم تسكت؟ صار شيء عم تسكت؟ ما عم تسكت؟ شيء صار شيء عم تسكت؟ بعدين عم تسكت؟ شوف حكي لي حدا يا اخي. شو عادي؟ بدك شو معنا تاني؟ شو بعد؟ مش عم تسكت؟ مش عم تسكت؟ ليش شو خمس دقائق عم تسكت؟ انا بالعاده تحكي بس اليوم ما عم تسكت ابدا. غطى على شي فرن؟ لا ما اخذت انا ما تحت. شو صبحي عم تسكت؟ شو قلت لك؟ ما تعليق ما تعليق ما بعرف. روح اجيبي لها انت وياها اكل. شوفي بابا عم تفضل تفتق معها هيك يعني. مثل عم تشوفي مثل عم تحكي لها احملها 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 ما تنعجوا ما تنعجوا. بسطة حكيم حكيم مرتي بدر شبهة شو بها المدام؟ عم تحكي على فرد صحبي صار شهر خمس ساعات مش عم تسكت. خمس ساعات عم تحكي على طرق النفس. طيب رحنا في مصر. ما تعملوا بانيك، بليز روقوا، خليني افحصها على رواق، خليني اعمل شغلي. بدك تعزم حدا عندنا عشان لازم تقلق ولا الا قبل بوقت كثير. بونجور مدام. بونجور مدام. جبنا شوية افوكا شيء. قد ايه صار لها الحالة؟ خمس ساعات. هي بالعادة حكيم بس مش هالقد يعني. مش لحالي شوية حمص انا ست بس. درجة. فرد صحبي. شو عملت انا بالحمصات؟ رجعت دقيت شوية توم وحطيت نتفة كمون وعملت بانيلا، بعدين كيف شوية بقدونس اصلا بالبراد، حطيت نتفة بندورة وبصلة هرمت بصلة. شو طلعت تبولة بس انا ليش طلعت تبولة؟ شو عملنا حكيم؟ تبولة بتطلع طيبة انا لانه كيف بعمل حطينا شوية حمص صراحة بتجيبوا انا عشان تطلع على خير هيدي المرة ميتة. شو؟ ميتة يعني عم تحكي مش عم تسكت؟ الله يرحمها خدوها من هون، هيدي المرة ميتة ما فيها عمل لها شيء. عادل في كلمة شو هاد ميتة؟ عادل شو هالموضوع؟ عادل كيف هيك؟ تعيش عيش وين فيلو خليك معه؟ هيدي روح تعيش خليك ما بيسحبك. مسيو وين رح تقضي فالنتان؟ سيري وين رح تقضي فالنتان؟ سيري بس شو يعني قدي؟ وين رح تسهر ليلة عيد فالنتان؟ اوكي مين اهم شيء بفالنتان اللي يكون معك هيك سمبدي سبيشل. وانا مين معرف على بنت مين وحيت قال لي اسويري وقالت اقوى مره شايفها بحياتي. مين بتفهم لي راسي؟ مين هيدي المره بتفهمني؟ مين اهم شيء عندها مصلحتي؟ شو بده الرجال؟ بده مرة تفهم له مصلحته يكون بده مستقبله. مين إذا أنا ما بدي أكل سوشي إيمان هي ما بتقبل. مين إذا أنا فكرت أكل هامبرجر شي نهار هي بتضربني على إيدي بتقلي جون ليك السوشي ناطير. مين إنه كمان مين؟ مين إنه وين في هيك مرة؟ مين إنه كمان مين؟ مين بتعقل والليلة رح ناكل سوشي سوا وشي جمعي سوشي جيرل وألفر وأدونو وكل هدول. بدي اقول للدولة مان انه هني اذا زيدوا اتفاقا على السوشي مش هيك حتى يوقفوا وش الشباب ان احنا رح نضل ناكل سوشي لو صار مليون دولار وما حدا بيوقف قدام اهدافه وطموحاته لجون يوكي. وتانس ثانك يو. بتحب تزيد شيء؟ انا بدي زيد انه اهلي ما بيفهموني مان. باي ثانكس. بيبو 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 شرف ظهار من الخزانة عرفتك جوا اجت المعلمة. بس عم زبط تختي وبكلة عم زبط تختي. شو عم تحكي لي؟ خلصني منك بقى بيبو. واحد جبان مخبى بالخزانة لأنه خايف من المعلمة. مش جبان بس بعدي مدرسة كل يوم كمان لسه بارتيكوليير بالبيت. ليك بيبو ليك بيبو هاي رابع معلمة بجيب لك اياها، إذا رح تطفشها مثل ما مطفش هديك ما رح خليك بقى تروح على المدرسة. ليش؟ أنا خسارة لعبي جرحتك ما تشيليني من مدرستي لعبي جرحتك ما فيها إيش بلح مدرسة بجرحتك. يا
عم تمسخر علي، قوم خلصني منك بقى، قوم من هون، قوم. اذا بعد بتعذبها ولا بتبعلك انه ده بشوف. خلصني بقى منك اليوم. تعيدي بالبيت. بيبو ما تخليني اضربك جرسك قدامها للمس هلا. ايه اوكي. بيبو هو ابني، اوكي، والمس الجديده اسمها نادين. نادين بلع حركات بلا تهذيب وتطلع فيها للماء. ولك شو بيك يا ويلي؟ ملا شقفي. شو شو عم تقول؟ اقول ملا شقفي ساندويش. يا ساندويش يا شقفي، ما كانت تخلص لوين وصلني يا عمي؟ عود عود عود، خلصت منك. اذا بتعذبها للمس اجريك مكسرت لك اياهم، فهمت؟ خلص خلص خلص. دروس منيح. انا جوا، اذا بتحبي تعيطي لي او بدك شيء بليز عيطي. اوكي اكيد. بيبو خلص طيب فهمنا. بونجور. ايه بونجور، كيفك يا حلو؟ ايه كثير. اوكي يلا منبلش. ايه يلا بيبو، فرجينا شو بتعلم. ايه اوكي. مس انت مجوزه ولا عزبه يا ترى؟ لا عزبة. كيف معقول انسان بهالجمال ما يكون مجوز؟ كيف كيف؟ بيبو حضرت لك فرد العربي، يلا تفضل بلش. ايه بفضلي نبلش بالعربي هيك بنفهم مع بعض اكثر. شو قلت؟ بنفهم مع بعض بالعربي. ليك بيبو بعيط لامك هلا تجي تضربك، عم تفهم؟ بدك تركز معي بالدرس مش جايين نلعب. بجربك ما تعيطي لميس خالص، ما بعزبي. ايه ركز معي. ايه اوكي. فاصلي. اشترى فؤاد كلبا صغيرا، كلب فؤاد يحب اللعبة كثيرا، يخزي العين من العيون. شو قلت؟ عبولة حرف العين في كتير عيون بالجملة هاي. وين شفت عين بكل هالجملة اللي قريتها بيبو؟ كلها اشترى فؤاد كلبا يحبه. كمل كمل. فاصلي. كمل. وفي يوم من الايام عاد فؤاد إلى البيت ورأى كلبه عنبر يعرج. ويلي عشي ضمي هلا، شو حقه شي ضمي هيك هالشكل؟ نعم. شي دم؟ أي ضمي؟ ضمي شو بيبو؟ ضمي لازم يحطوا يعرجن، ضمي بدها ضمي. خلصت الجملة بيبو، ما بيحطوا لها لا ضمي ولا فتحة بيبو. إيه أوكي. تفضل. تفضل. صرخ عنبر آه، ما بالك يا عنبر؟ صرخ فؤاد. وفي الحال أخذ فؤاد عنبر إلى الطبيب. شد شو شد ألا شو حق شو شد شو شد 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 شو بيبو؟ شد طبيبه بدأ شد. ليك يا بيبو بدك تركز معي، ها عم تفهم؟ خلص شو عم تعيطي؟ كيف شو عم بعيط؟ شو الحركات اللي عم تعمل إياه هون؟ أي حركات؟ هو ضمي وفتحة حركات. سبحان الله تعالى، هني عاملين حركات لقواعد، أنا بدي غيرك قواعد. شو مين أنا بيبو بدي غير القواعد؟ بيبو ما تقلعي راس. بيبو ركز معي، ما تقلع راس. أنا بدك تدرس أنت، ما بدك تشارع. إيه بس أنا عم بدفع مصاري تتعلميني، أنا زبون زبون على طول معه حق. أنت عم تدفع مصاري لا تتعلم بيبو، عم تفهم؟ تفضل. خلص أوكي، شو بحكي؟ ما معقول. خلص خلص بقى. خلص بقى. يي مرحبا أيها الطبيب، أنا أقصدك في خدمة يا رجل. أنت درست الطب 10 سنوات والآن حان الوقت لتثبت مقدرتك. هيا اشفي لي عنبر أرجوك، وإلا يا ويلاه لك ملة النورة، لك ملة فتحة ليك. بيبو شو قصتك؟ فتحة علي ويلاك. لا 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 لا، أنا ما بقدر أتحمل أكثر من هيك. خلاص مدام رولا، شو عملت؟ هلا بتشوف عند أمك. مدام رولا مدام رولا، شوفي اكيد عم بعذبك. اكيد انا شايفه اولاد. يا محلى العذاب، انا شايفه اولاد بلا تهذيب. بس هيك لا معلش معلش، سوري مضطره اقول لك اياها. بس ماما بتعرفي لي؟ بتعرفي لي عم بتقولي؟ بتعرفي شو قالت لي؟ شو قالت لك؟ قالت لي قالت لي انت اكيد ما راح يطلع منك علم، عليك ما العلم عندك يا ليك ما لا مسرقه. شو مدام مدام احلى ماما بالبلد، انا جنيت. قال انت بلا مسرقه. قوم حبيبي قوم تقبل مدام. هيك ولو مس جايبتك لتعلمي لي ابني، جايبتك لتعلمي علي. لا غلط غلط اللي حكيه مدام. شو اللي غلط؟ ابني ما بكذب، ابني ما بكذب. اذا بتريدي مدام اعملي معروف بليز. مرسي كثير، ما بدي اياكي لا تعلمي ولا هيدا. بجيب انا يا انا بعلمه يا بخلي تالا تعلمه.
معقول مدام اللي عم تحكيه؟ اعملي معروف بليز. خلص انا رح خلي سلانتي تتعلمه. خلص اعملي معروف. بس كثير كلك ذوق. مين زمر؟ مين زمر؟ مين نقر زمور؟ انت زمرتي؟ لا يا عمي مش انا زمرت. خليني انا فل. خليك شوي. مين زمر؟ انت زمرتي؟ انت اللي حدا. خليكوا ما تتحركوا. مين زمر؟ هلا بدي اعرف مين زمر. اذا ما بتقولوا لي مين زمر ما حدا بيتحرك من هون. انت زمرت يا استاذ؟ عفوا يا فندم. انت زمرت؟ ما قرت زمور هلا؟ انا زمر؟ بحياتي انا ما معي. مين زمر؟ هي يمكن انت زمرت. هي مش عم بتقولوا مين زمر. خليكم هون. لشو زمرتي؟ طفيلي يا على السيارة. مين قال لك تزمري؟ في سيارة، في سيارة. طفولي السيارات، طفيلي سيارتك. فيلي سيارتك يا مدام. ما حدا بروح من هون قبل ما تقولولي مين زمر. الحلقة كلها بدكم تكونوا هون. كل الحلقة. انت زمرتي؟ يا عمي مش انا. عبدول؟ ايه؟ دخلك انت لحقتك اتفقها؟ انا لحقوني 2 اتفاقات هديك اليوم. شو 2 اتفاقات لحقوني؟ زركوني بالزاويه ونزلوا فيه الدعوس مفوت بريشك فلشين مئزيين. هالاتفاقات خطرين. فوت. عاجر وحده عاجر وحده وبعد 5 دقايق منغير اجر. وقبل ما تقولوا لي مين زمر ما حدا بيتحرك من هون. ما عندي شيء اعمله اليوم. انا راسي وراسكم. لك ما تسطلي علي. شيل اجرك على الارض. ولا ما في احترام يا فندم. خلص. مين زمر يا عمي؟ مش عرفنا. خلص ما بتنحل حبيا. اجرك اجرك. جارك القريب ولا خليك البعيد؟ لا انا بخلي شوي بحبهم بارجين. بحبهم بارجين. لا قهوتيك قهوتيك طيب كثير. ايه ماكسيموم بتعملي غيري يعني. مش رح جيراننا احنا ولا والجيران لبعض. وانت كل حد بيخلي اولاد كيفهم يقبروني كانه نازلين على قلبي. يعني اذا كل يوم بدي اجي لعندك وشوفهم مدري شو بصير لي. ما معقول يعني. ما معقول. بجنن. انت شو اخبارك؟ انا كثير كله تمام. خير الله يحفظك. سيدتي جارتك وحده لابسه جايه تلبس عليك وتعمل صبحيه وتلالق وتحكي حكي بلا طعمه وانت بعد ما اشتغلتي شيء ببيتك ولا كنستي ولا مسحتي ولا طبختي. لانه هي مرتاحه على وضع عندها 3 سريلانكات فلبينيه وما عندها شغل بالبيت. بسيطه روقي. نحن رح نعلمك كذا طريقه تتخلصي منها وتفلليها على بيتها. اولا جيبي مكنسه وبلشي كنسي. وانت وعم بتكنسي بدون ما تنتبهي شيلي دبوس من راسك وشكيه بقلب المكنسه. ايه ايوه. وحط المكنسة على الارض قدامها. هي هون مفروض تستفول وتفل. ما فليت. بسيطة. الطريقة التانية بتجيبي فردة مشاي او قلشين. كمان اذا بدك اقرب لك. ايه وبتقلبيها على قفاها. هيدي طريقة مضمونة 100%. بس تقلبيها مفروض هي كمان تستفول وتفل. ما حست على دمها. هي انت كتير لبصة. بسيطة. الطريقة التالتة عطسي وادعي انه انت معك فيروس او ميكروب خطير وبدك تعديها. وهي كمان لبسة ما حست. بسيطة. الطريقة الرابعة ادعي الجنون. صرخي بوجهه وعملي كرايز اعصاب خليها تخاف وتهرب. وبعدها هي مثل الحيط ما بتحس. الطريقة الخامسة طيارة. ادعي انه جاي طيارة بوجه البناية وبدها تفوت بالبناية وتفجرها. مفروض هون هي تخاف وتفل. ما معقول شو لبسة. الطريقة السادسة سيدتي والمضمونة 100% هي اني عنجد كثير حبيبي. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك بس حبيبه قلبي صرنا باخر الشهر. ايه طبعا. مش عارفه كيف بدي اطلب منك $200 تأسيسي اموري. اذا في معك تعطيني $200. شو ملا نسوي يعني. يعني ما في مره على وجه الارض الطبخه الطبخه على النار. يا طبيبتي رجعتي الحقيقه على النار. الحقيقه طبخه يا دبلي يعني. مدام كيف لقيت التفقة؟ نعم
اتفق. إيه لا ميرسي مسحول غسيل اللي معي كتير مئتين عافية ما بيهمني الأمر يعطيك العافية. مدام عم بسألك عن التنفقة يا حبيبتي بعرف عنا 20 سنة منشوفها على التلفزيون بدك تعطيني علبة تعمل المسحول اللي معك وتاخذي علبة المسحول اللي معي ما بيهمني لأنه كتير مئتين عافية مسحوقة بنظف كتير منيح وريحته كتير حلوة وتانكس. مدام تنفقة يعني الضريبة على القيمة المضافة كيف لقيتيها؟ في عم تصوروا شو هيدا ضرب؟ لا ريبورتاج. لا ما عم بحكي عنكم، عم بحكي عن الضريبة على القيمة المضافة. شوفي صراحة الضريبة على القيمة المضافة أنا بنصح الكل فيها لأنه ما في غيرها هي حللت مش حلل حل حللت لي مشكلتي، لأنه أنا كان عندي مشكلة رجيم بدي أضعف، كان لي 5 سنين عم بعمل رجيمات عند الحكيم ما عم تزبط. آخر شيء قال لي طولي بالك مدام شريحة لأنه الدولة منزلة اختراع جديد بضعف بدون ما توقفي اكل. شو كان هذا الاختراع؟ هيدي التفقة. قلت له ايه شو لازم اعمل؟ قال لي بتحضري الوزير سنيورة عم بيعمل مؤتمر عن التفقات يشرح عنها. بتحضري وبرجع بقول لك شو بدك تعملي. حضرت مرة هذا المؤتمر عم بيشرح عن التفقة ما فهمت شيء. عصبت وضربني والتابع عملت مثل كرام بكتافي. سقط على اجري سكربي بتضرب على السجاده وجعلكت السجاده كلها تلفنت له. قلت له ما عم بتحمل ما عم بفهم شيء. قال ايه معلي بلشي 5 دقائق 10 دقائق تتصيري تحملي نص ساعه مؤتمر الشرح على التبقى وبتصيري تسمعي نص ساعه الصبح نص ساعه عشيه بدل سبار يعني. قلت له اوكي صرت احضر انا ما افهم شيء انسان انقهر اضعف اضعف بالجمعه كيلو ونص 2 كيلو ضليت عشي شهرين يعني بفت اول شهر 6 وثاني شهر 6 12 كيلو بس على سنيورة احضر ونص ساعة الصبح نص ساعة عشية. بعدين بس فهمت شو عم بيقول صرت اضعف اكتر لانه مش بس ما يعني صرت مسمومة اني انا ما بفهم مسمومة انه عم يستهبلوني يستكردوني لما فهمت شو القصة لانه صرنا ندفع ضريبة الجمرك وضريبة الدخل والتفقة وبعد شي وحدة رابعة يعني 4 ضرائب صرت انزل 2 كيلو بالجمعة ضفت 8 كيلو 8 وفي هونيك 12 حسابيهم اثنين بيعد 20 كيلو صرت نازلة وبس بلشت هلا التبيعة اول شهر عشرت فرد 10 ايه ما خف اكلنا كتير مع كل شيء غلي ما بقى فينا ناكل وهيك بدون ما اعمل افار لان ما معي اشتري اكل فهلا اني عم بنزل اسرع من قبل فبدي اشكر الدولة على الاختراع الحلو وبهالاختراع هيدا رح تكون الدولة زبطت كل الشعب زبطت له جسمه يعني واللي عنده وزن زائد رح يرتاح ويعطيك العافية. ميرسي سوري بالنسبة للمسحوق أنا فهمت غلط فكرت تفقاتي مسحوق غسيل. لو بدكن تضلكن جمعة فلي من هون ما في قبل ما أعرف مين نقر زمور عم تبقى تأخرنا مش معقول لمنطين بدكن تقولوا لي مين زمر ممكن كلمة شوفي مين إجرك شوف حط إجرك وطاع هلا فرجي تعال تعال شوفي حقك علي يا افندي انا زمرت انت زمرت بالغلط ما انت زمرت حقك علي على راسي انت انتو على راسي انا بالغلط كبست ايدي على الزمور مش شايف لانه خلص ولا كلمه طلع بسيارتك وامشي على بيتك يلا فل من هون عفوا طلع بالسياره وامشي فل ايه فل وانتو خليكم هون ما حدا يتحرك ما حدا بيتحرك ليه يا ابني زمر هو اللي زمر انتو بتضلكم هون يلا خلص تعلمكم ما تفصلوا على بعضكم خليكم هون مين زمر هو اللي زمر بعرف بعرف فل تفضل قرب بونسوار بيقول الشاعر مرة مرقت بمرج زهور فرفر فرفورة وفرفور صار الورور يصرخ ور والراعي يرعى القرقور مشاهدينا بوجه لكم تحية كتير كبيرة عبر سوري كتير كبيرة عبر شاشات التلفزيون الأرضية والفضائية رح نتوقف للحظات صغيرة مع ريبورتاج بيتضمن الجوائز اللي رح تحصل عليها الملكة المتوجة اليوم رح نشوف سوا ريبورتاج بعدين بنرجع بننتقل لأسئلة لجنة الحكم ملك المتوجة معنا الليلة بانتظار الجوائز التالية منحة دراسية بقيمة 10,000 دولار تقدم من معهد الإصرار والتصميم لتعلم الحكي ضمن جمل مفيدة مستحضرات التجميل سوابيل إتيتوا بتقدم للملكة وزميلاتها آخر مجموعة لسرعة الموسم شركة طيران United Airlines International بتقدم للملكة بطاقة سفر نيويورك بنتاغون
كمان بتربح معنا اشتراك بموتور الحي 10 أمبير طول فترة تتويجها. بعد هالريبورتاج اللي شفناه سوا رح ننتقل لمرحلة أسئلة لجنة الحكم ورح نطلب رح نطلب من المشتركة الأولى أو المتبارية أنها تتفضل على البوديوم. تتفضلي بليز. بونسوار. دي ميكرو أنا بحمله. خايفة؟ متوترة شوي. لكن رح نبقى مع أول سؤال لإلك ومع مسيو كارني. Bonsoir. Mademoiselle, je vais vous poser une question très simple et très directe. Comment trouvez-vous la personnalité de la femme tangentiellement à celle de l'homme par rapport à la racine carrée divisée par le log népérien ou le subjonctif présent de ce dernier? À Paris, cette parabole est sujette à des changements plébiens, mais anticonstitutionnels à la procréation. Donc, qu'en pensez-vous? Merci. Anna Awashi, بهمني اني ارفع اسم وطني بالعالي، ارفع اسم لبنان، لانه لبنان هو مهد الحضاره او مهد الحضارات كلها. لبنان هو قطعه سما. لبنان هو من عنده انطلق الحرف، وانا جاي اليوم حتى بيض له وجه صفحته. ميرسي. هلا السؤال انا رح اسالك اياه. إذا انتخبتي ملكة جمال لهالليلة، طبعا بينعطاكي فرص كتير، فشو طموحاتك أو شو أنت الشيء اللي رح تقدميه بهالسنة؟ أول شيء أنا يعني طموحاتي إني أصير مثل زميلاتي اللي سبقوني وأكون مذيعة على شي تلفزيون، يعني لأنه أصلا هيدا هدفي الأساسي. ميرسي. أنا بتشكرك. تفضلي لمحلك، متمنى لك أكيد التوفيق. رح نرجع كمان مشاهدينا ونستقبل المشتركة أو المتبارية الثانية. تتفضلي دومازيل على البوديوم. بونسوار. السؤال رح يكون من الفنان أمين عمين. بتتفضل مسيو. أنا؟ أوكي، ممكن أطرح السؤال بالفرنسي؟ فيف لا فرانكوفوني. سؤالي إليك، لا كيستيون، كيل إي أون فوتر أفي لا ديفرونس أونتر لا غرومير إي لا كونجيغيزون سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت إي سي فلوغرون؟ تفضل الإجابة لإلك. معروف انه الانسان بالمجتمع هو عنصر ممكن انه يكون فعال اذا عرف كيف لازم يتصرف، او بالاحرى كيف يتفاعل مع، يعني كيف يتاقلم بالاوضاع ويستفهم بال. ما فهمت السؤال، بتعد لي اياه بليز. بدك عد لك السؤال. طيب بتعرفي اغنيه حشك بشك سامعه فيها؟ اي بأولا. طيب غني لي اياها هلا بعد شوي لما نطفي الاضوي ونفل كلنا على بيوتنا ومع السلامه. الله معك، راح اعطيك العلامه هلا. طلعت معي هلا دغري هيك العلامه. 5 سور 20 بزياده. ميرسي. انا بتشكرك. تفضلي لمحلك وان شاء الله تربحي معنا. منتابع ورح نبقى مع المشتركة الثالثة. بنطلب من المشتركة الثالثة تتفضل على البوديوم بليز. بونسوار. بونسوار. رح نطلب من السيد يوسف قليقل انه يطرح السؤال على المتبارية. في حال انتخبت اليوم ملكة جمال وهيك طلع عبالك تعزم رفقاتك على الغداء وقعد انت وياهن على الكركة، وفجأة انقطعت بالحطب، ايش بتعملي؟ اصلا الحطب هو رمز لبنان،
وحطب يعني حطب بالأجواء يعني يمكن الحطب أصلاً الحطب لبنان كله حطب والحطب هو رمز الحضارة وطن لبنان هو وطن الحضارة ووطن المحبة وأنا من خلال مسابقة الجمال رح أجرب يعني أنه أرفع اسم لبنان بالعالي وصورة لبنان ضل دايماً ترفرف بالعالي والحطب أصلاً هو رمز لبنان. طيب عيل خلصنا حطب منيح بدي أسألك سؤال تاني هلا في حال انتخبتي ملكة جمال أشو السبب الوحيد اللي بيخليك تنسحبي من دون ما تندمي؟ صراحة إذا انصحت هي أكيد يعني إذا صرت ناصحة أكيد ما رح يخلوني ملكة بيشلحوني التاج يمكن ما بعرف يعني منطقي الجواب أكيد إذا انصحت منطق هيك إذا صرت كتير ناصحة. نحن منتشكرك ميرسي بتتفضلي لمحلك بليز. Thank you very much. منتابع مع المتبرية الرابعة ومنطلب منها أنها تتفضل على البوديوم. سوري لأن هيك علمونا. جلسي شوي. بونسوار. بونسوار. رح نطلب من مستر نسنوس إنه يطرح السؤال على المتبرية. قديش برأيك الحظ بيلعب دور بالحياة؟ بعتقد إنه الحياة فيها حظ أكيد بس بقدر أجرب بالإنجليزي يمكن أحسن. Sure. I think that that life that luck in life is sorry بقدر أجرب الياباني. Okay. عجم ضايع. الياباني بكسر تربيع في جرب التلياني. اوكي فيك. برونتا لا توتو برينتا بينتا لا كويرفو سوري ما عم بيت لاني انا هابي ما حضرته الماما ما بقدر. طب دخلكم شو هالكابوس هيدا بيجي على راسي كل سنة يا ربي نشينا مرحبا معلم اهلا كيفك اهلا عندك شامبوان انا اللي عندي شامبوان جرب لي هيدا لا 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 ما بدي هيدا عرفته ليه ما بدك يا استاذ هذا اهم شامبوان هذا بهر الشعر بدي بشر لي مين قال لك بهر الشعر ما انا بعرفه انا لي 4-5 أشهر بستعمله شوف هر شعري شيء طلع لا لا ولو يا استاذ ممنونك شوف عن جارك بدي يا خواجة ب1200 من انا وصغير بحس انه في شيء ناقصني بقول لهم لرفقاتي يعني ماي فريندز قاعدين هيك ايام مدرسه اقول لهم انه في شيء بحياتي ما بعرف شو بدي يجي على راسي انه شيء ناقصه لجان لوك يعني لحديت ما انهار مان لما صار في سوشي ساشيمي بلبنان عرفت عن شو عم بحكي مان بعبد السوشي ساشيمي مان بعبدها مان جان لوك يعني سوشي يعني جان لوك ما معقول شو كول وشو ان هالاختراع شو بدي بالطعمه اختراع كتير كول وبس اكل سوشي مان اي جيت هاي مان ايام بحس انه بدي اضرب ابر سوشي مان بتعقد تانكس على الاختراع تانكس للجابانيز بيبول على الاختراع بعقده
شوفي حبيبتي، في شغله وحده بعد بدي لك اياها، انه انا لما تجوزتك كنت اكبر سطله. ايه وبعدك حبيبي؟ مين قال انك بطلت سطله؟ قرب يا رماده، قرب. شو بك واقف نص الطريق مسطر؟ شو بك؟ الو سيدنا، انا عم بحكيك من الاشاره اللي على الحايك هيدي بالمفرق الجواني. خي في عنا هالاشاره الحمراء معلقه على الاحمر، صار لها سنه وبنقول له نيجي صلحوها، ما حدا عم بيجي صلحها. ما معقول هيك يا حوي، في عنا جت جديده هلا هون. هات شي واحد اجنبي قاعد ناطرها تطفي. ما هو الاجانب بيمشوا على الضو، ما في عندهم لعب، الضو احمر يا حوي. تعوا خذوا هالجت من هون وصلحوا لنا. يلا خليك، ما معقول هيك كمان. يلا مع السلامة. ايه من مالي جوا. قرب. صباح الخير. اهلا اهلا. مش حضرتك مع الوزير؟ ايه. اهلا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، شرفتنا. شو فينا ناخذ معك؟ اهلا وسهلا. والله بصراحه من يومين اجتني هديه من عندكم، هالمحفظه هالبورتموني. نعم. فبدي اشوف في مجال ابدلها شيء. تكرم عينك. إيه، شو ما بدك. اهلا وسهلا. ميرسي. شو بتحب تبدلها؟ ايه والله انا بصراحه حبيتها، بس كنت بفضل غير نوع جلد. في منا على غير نوع جلد؟ في، هي في كل الانواع، بس انه هي مهضومه سامبل وصغيره ومرتبه. ايه هي كتير حلوه، انما انا كنت بفضل اذا في منها على جلد تمساح. جلد تمساح؟ ايه. ليه جلد تمساح؟ لانه بعتقد انه جلد التمساح بروح اكثر على بشرتي، على بويتي. ما بتعتقد جلد التمساح بيطلع اجمل على البو تبعي؟ لا بيلبق، بيلبق قلبق. ما هيك معلومة. قالت لي مدامتي. تكرم عينك، تفضل. ايه ايه ميرسي كتير. من 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 اهلي ما بيفهموني. من اهلي راسهم مسكر. من بدونيني اكل مجدره وملوخيه. معقول؟ لا لا، انه مجدره انه كمان يعني. لا انه كمان، معليش يعني. انه في سوشي بين ايدي باكل مجدره، بس انا ما برد مان، لانه السوشي مان كول وان مان. بعكس السير حبيبي، بعكس السير يا عيني. ارجع بعكس السير، حضرتك جاي. ارجع مول معروف، ارجع. يا حبيبي بعكس السير، حضرتك بدك ترجع. انا مش بعكس السير، ارجع. عم بحكي بالمنيح بعدني معك. لا بشرفك، ما تحكي بغير طريقة، خاف. تيسرنا، يلا رجع. يلا يلا عيني، يلا عنا شغل. رجع يا حمار. تركيني. ما تنزل من السيارة، خليك بالسيارة. مركز معي، شايفني ولا ما ايش؟ ما تمد او ما ايديك نزلهم. شو عيدي اخر كلمة قلتها؟ قلت لك رجع يا حمار. هيتك انت ما عارف شو عم تحكي. ما مركز ولا ما مركز معي؟ انا مركز كتير منيح. هو بتمد ايدك، بتمد ايدك يا رجال. بتمد ايدك. ما عم تقول حمار. طلع السيارة، طلع السيارة، طلع السيارة، طلع العربية، طلع العربية. شو بدك؟ ما عم تقول حمار. لا لك حمار. اعطيني القطعة من التابلو. اعطيني القطعة من التابلو. ما حدا يحكي. اعطيني القطعة من التابلو. ما جيب لي الجنط. تعلمك انا عم بحكي. اعطيني القطعة من التابلو. بتمد ايدك. اعطيني القطعة من التابلو. ولا كلمة. اعطوني القطعة من التابلو. اعطوني القطعة من التابلو. القطعة من التابلو. والمدنية ورا. لا المدنية ورا. بفتح مغلف هلا ولا كلمة. اركع بوس اجرك.
تفتح مغلف ارجع ابوس اجرك ارجع يا اخي عراسي مين الحمار اسحبها سحبتها اسحبها بعد سحلك سحبتها ايدك عني اسحبها بعد شوي اسحبها معي ولا تفتح مغلف اسكت ما تفتح تمي ولا كلمة انت ويا بفتح مغلف ابوس اجرك تطلع بسيارتك ترجع عريارة ما بدي اشوف صورتك كل حياتي على راسي على راسي يلا الله معك على ما توخذني الله معك وعلم لا اوعى تفتح اوعى تفتح دخيل اجرك ولد ابوس اجرك ما تفتح ايه ما وقت هلا اطلع بالسيارة ما توخذني يا ادمي ما بيمشوا الا بالقوة يا الحمار بيقول لي مين انا كنت احكي مع بنات بتاخد العقل كنت مغلوب فيها يعني وحيد قال لها اسوالي قاد مين اهم مرة يعني راسي على راسي وخلص يعني توسيريس انه اذا دات بساعدني كنت بتجوزها بس ايه شو صار مين ما حبيت السوشي ساشيمي مين تركتها مين السوشي قبل كل شي مين هلا اذا بتعرف على ناس اول سؤال بسألوني بتحبوا السوشي اذا قالوا لا يلا زحتوا اقبعون يلا جت لوس جيت لايف جيت كليلة ما معقولة سوشي بعبدها من كتير كول كتير كونيتشيوا تحية اليابانية المعروفة ولكن اليوم رح تفاجئوا لأنه عم شوفوا بالباك جراوند سيارة ألمانية أكيد عرفتوا على شو عم بحكي عن 230 لف تاكسي ديزل سيارة ما ممكن ما نحس بوجودها مجرد ما نشم ريحة دخنتها نسمع زمورة الناعم وصوت إشابمانا ونشوف بويتها نظيفة تتذكروا أكثر من مرة نوالنا بحلقتنا السابقة ببرنامج مشروع الهيدروجين باور عن سيارات التاكسي على المزود لبيئة نظيفة وأكيد بالتالي للسيارات اللي ما بتلوث البيئة أبدا المشروع اسمه Clean Energy Powered by Sun and Water قبل ما ننتقل لأجواء السيارة خليني أخبركم شوي على الهيدروجين باور رح لخصكم إياه على السريع شغلة كتير هينة بسيطة مثل ما بتعرفوا الشمس بتولي الطاقة الشمسية اللي من خلالها بتعمل الكهرباء والكهرباء بتعمل إلكتروليزز أي بتفصل جزيئية الأكسجين عن الهيدروجين يلي موجودين بالماء إذا سحبنا الهيدروجين لوحده وضغطناه بضغط كتير قوي ممكن إنه توصل حرارته لناقص 250 درجة تحت الصفر إذا رجعنا خزناه بخزان بقلب السيارة استعملناه كغاز ممكن إنه يحترق ويشتعل مع الأكسجين الموجود بغرف الحريق ويعطينا نفس الطاقة تقريبا بس بذكركم إنه السيارة يلي بالباكراوند مزودة بالH2 بالهيدروجين باور وخلينا ننتقل على حلبة نعيشكم الأجواء قلنا عداخل 230 لف ديزل مثل ما بتعرفوا انه هالسيارة في شروط اساسية مشان حتى نقدر نسوقها اول شيء بدنا نكون مربيين طفلنا الصغير اكيد ايدنا برات الباب ما بدنا ننسى الفريم ونقلة الزمور كل 10-15 متر وكمان ما بدنا ننسى البزقة كل 2000 متر او كل 2 كيلومتر من الشباك عمالة الشمال اكيد نحن هلا على حلبة سريعة كتير ماشيين تقريبا هلا حوالي 30 كيلومتر بالساعة ما بدنا ننسى أهمية البرفورمانس بال 230 لف ديزل إنما انتبهوا منيح إنه هون التلوث 100% يعني 100 emissions بهالسيارة اللي بتعتبر الأذكى اليوم بهالمجال وبكل شيء له علاقة بتطوير السيارات وخاصة بمجال البيئة من ناحية البيئة بذكركم إنه 230 لف ديزل ممكن إنها تقتل أكثر من 4000 برغشة بدخنتها عم نحكي 4000 برغشة بالتانكي اكيد يعني عم نحكي عن 4000 موسكيتو ذا تانك واكثر من 3000 صرصور 2000 حشره على انواعها وملايين من البكتيريا التي ما بنشوفها بالعين المجرده مش هيك بيقولوا مايكروسكوبيك بكتيريا كيلينج ديزل ماشين
ولاحظوا هون البرفورمانس سموزينج والنعومه تبع السياره على الطبات 230 لف ديزل، سياره ناعمه كثير ننصح الكل فيها. سامعين النعومه والصوت؟ بنهايه هالحلقه خليكم تتمتعوا باجواء السياره على امل نشوفكم بحلقه الاسبوع القادم. مين انا بعبد لبنان، نوي هاجر لبنان، سويدي جاد، ما بترك، تال ما في سوشي ساشيمي بالبلد، ما بترك لبنان وما بترك حبة تراب من لبنان، بس النهار يلي ببدل فيه سوشي ساشيمي بالبلد، لبنان راح يخسروا لجان ليك، وبعملها، بعبد السوشي مان، مين يعني إذا بدي ألخص لك إياها قصة السوشي مع اللبناني، يعني مثل كأنه واحد ما شاف شيء، شاف السوشي وغشي مان، مين سويدي جاد، بعبد السوشي، بعبد كات بليز ناكل على بقى. بتعاني من مشكلة انه كل اللي حولك اطول منك، كل العالم بيجوك من فوق حتى صاحبتك، مش عم تقدر تغير اللمبة بالسقف لانه مش عم تقدر تطالع، حتى ظهر الخزانة بعد ما بتعرف شو فيه عليه، كل ما توشوش حدا بيفكرك عم بتزكسكو ببطنه. هلأ مع هالسفنجة العجيبة القصر ما عاد مشكلة، صدقني السفنجة العجيبة بتأمن لك سنتيمترات إضافية مثل السحر. هالسفنجة رقيقة ما تنغش فيها، حتى بصباتك أجلك لا تصير طويل. شوفوا هيدي مع سفنجة، وهلأ شوفوا إذا شنها السفنجة شو بصير. السفنجة العجيبة حقها 10 دولار، تصور وبتوصل لعندك عالبيت إذا دليت على العنوان. حتى بصباتك أجلك وصير شوف العالم من فوق، وتشارع مع صاحبتك من فوق عن المعجبات الجديد. صار فيك تغير لمبة البلدية إذا بدك، وصار فيك تعرف شو فيه على ظهر الغزانة وبالتلاجة وين ما كان. والأهم مع السفنجة العجيبة من هلأ ورايح إذا جيت توشوش حدا بفكر بدك. صحتين يا حبيبي شو؟ سوري يمكن قطشتك عن شيء. العود بلا تفضل. الله يحميك، الله يرد عنك استاذ. بدي اطلب منك طلب مستحق. يعني اذا ما في تقلي بعرف يمكن عم تقلي عليك. لا بالعكس تفضل. ما تصغر، اذا في مجال الله يكثر من امثالك، من بعد امرك. في مجال بدي اطلب منك طلب صغير. امرني يا حبيبي. ما يأمر عليك ظالم يا حبيبي شو؟ استاذ في مجال بدي اطلب منك طلب. حبيبي شو بتريد؟ ما يريدك إلا المحب، ما يريدك إلا الحب، والله العظيم. حبيبي استيز. حبيبي شو بدك يا مظلوم؟ شو بدك؟ بسم الله عليك، ما بدك إلا تحكي. شو هالسين بنقط عسل يا حبيبي. خلصني ما يخلص بسراجك زيت يا عيب. شو خجلان منك أنا، وحيت عيوني. إجينا هيدا اليوم ليك استيز. يا حبيبي شو بقدر فيدك؟ إن شاء الله كل اللي بفيدك يطلع بإيدك يا استيز، من نص قلب عملك يا حبيبي. بدك تحكي ولا شو؟ ما يحكي عليك وقواق يعني ان شاء الله بينقطش لسانه كل واحد بيحكي عليك يا عيب الشوم. لك حل عني بقى. ما يحل عليك الشر يا استاذ يا عيب الشوم. انا بدي في مجال لك خلص. ما يخلص لك بالبنك حسابك. لك يا حبيبي بدي اسقع على ثلاثه رح تفقعني. ما يفقع لك محب والله العظيم، من نص قلبك. لك اخر مره بقول لك، بدك تقول شو بدك ولا شو يا خي؟ شو بدك تقول؟ شو بتريد؟ والله ما برد لك الا الخير، وحياه عيوني ما برد لك الا الخير. هو تعال هون، بدك تحكي شو بدك ولا خي؟ انت احكي له. هلا بس وحياه ما بحب شوفك زعلان، يا خي ماني زعلان. شو بدك بس قل لي اذا مصاري ما تسحي خي، قولها بس خلصني. يا عيب الشوم، مصاري يا عيب الشوم، والله خجلتني. يا خي شو بدك؟ والله ما بيلبق لك الزعل. بدك هو طلب صغير، ما بعرف اذا في مجال يعني. ما بدي تقلي عليه. طلب خلصني، بدي اكلاتي برد. صحتين ما تاكل الا الصحة ان شاء الله. ايه شو؟ في مجال معلش يمكن عم تقلي عليك. اذا عم تقلي عليك بليها. المملحة عمو المعروف، المملحة؟ والله انا ما بحب الملح، يقطع الملح واصحابه. انا اصلا معي ملوحات،
يعني هلا قلت لها القصيدة كرمال المملح وبعرف بعد الشغل يعني الله يسعد اللي تطلب منه مصاري اذا مملحه وهيك شو المصاري تفضل خيال ممنون حبيب قلبي لك اذا ضايقك فيها بلاها ما يضايقك حبيب ان شاء الله يعني شو والله خجلان منك انا خجلان منك يعني مش عارف كيف ارد لك هالجميل لك ما يردوا لك الا كيس مصاري ان شاء الله ما بتاكل الا الله معك حبيب قلبي باي باي يا عيب الشوم وفق اذا بدك اياه انا برجع بدي اكل بس Bonjour Pipo. Bonjour Tante Amal. كيفك حبيبي اليوم؟ منيح كتير. منيح؟ اسلم لي. اسلم لي. Tante Amal. بدي اخذ من وقتك دقيقة تحكيكي بمسألة دقيقة. ايه حبيبي شو في قول؟ بس الحكي بيناتنا. بليز. ما اوكي خلص ما تعتذر. اطلع كلمة بليز. خلص بيبو ولو. يعني بتعرفي الماما قليتها ما بحبها شيء. ما تخاف انا توت امال. ايه بعرف انا بيبو. توت امال بتعرفينا دكتور في ايه يا ترى؟ ايه معك بالمدرسة. دكتور في ايه من ايام الجاردة. وانا وهي عشرة عمر وخبز وملح وخبز اسمر وفرنجي وكل شيء منلعب سوا منضحك سوا ويا ويلي ويا كتير يعني منحب بعضنا طيب شوفي لحد ما فاتت بينت ليش سحوها وفرقتنا مين؟ كوكي كريستال رفقتنا بالصف كوكي كوكي؟ شو عملت طيب كوكي؟ انا وكوكي اصحاب ليلة كذب طيب وكنا رايحين على السينة بالويك اند بس الماما ما خلتني ما وصلتني على السينة قامت كوكي راحت على السينة مع توتو واكلوا بوشار وحضروا الفيلم وشاف حضروا الاسامي بالاخر ويا ويلي انا فقعت جنات فوتت غرت يعني؟ ايه غرت غرت على كوكي ولا على توتو؟ لا غرت على شوكولا كيف يعني ما فهمت السؤال يعني اصلا كان انت كيف كنت بدك تحب تكون مع مين ان مع توتو ولا مع كوكي شجي ملايتي الا صراحه مع كوكي هذا اللي محيرني بس زعلان منك كثير طب ما انت ليش بدك تزعل يا بيبو ليه بدك تزعل هي كوكي كانت بدها تروح معك على السينما والماما وصلتك شو بتعمل يعني راحت هي مع توتو ايه طب شو طب اعطيها فرصه ثانيه ما في دوت امان ما احنا عنا بس فرصة الساعة 10 وفرصة الظهر وهلا صار بعد الظهر منين بجيب لها فرصة منين؟ لك قصدي انه اعطيها شانس يعني توت امال ما في حطي حالك محلي انت اذا جوزك عمو سامي راح مع توتو على السينما بتغاري ما بتجني؟ كيف لك غير شي هيدا بيبو كيف بتخبط لي براسي؟ وتوت امال انا شو اللي ولع اللي ضبلت راسي اكثر شي؟ شو؟ اليوم بيكون شفته عم بغنجها على فرصة الساعة 10 يعني عم بغنجها بيبو؟ عم بغنجها ما اسمها كريستال غنجها كوكي صرعت لها كوكي جنيت ودك شو بعمل توت امال؟ انا بحياتي ما مرقت بهالمرحله ما عم باكل شيء نزل معدل سندويشاتي 70-80% ارجع بشيل 150 سندويش بالنهار شو بعمل ضايع بدها الفله ما بدها الفله برد علي اذا دلفنت لي بدها الفله شو بعمل؟ تلفلة حبيبي ايه اذا بدك بس انا ما معي اني اتام عليه حياتي لا يا دوت امال ما انا معي سلولير الماما ما هي نايمة مثل العادي دوت امال هيدي هي شو بقلي دوت امال شو بعمل الا شو بعمل شو بقلي شو بتقلي وين الا هلا رحت دوت امال قالوا كوكي ان الرقم المطلوب غير موجود في الخدمة انا رجع اتصل بعد نص دقيقة وشكرا تو 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 بلكش على التلفون شو بقول لك يا بيبو ليش هيك قلت لها؟ لك ما بعرف شو بدي اقول تلبكي الا بتعرف شو بتقول لها؟ الا عم بتلفن يابا شو بدي اقول لها؟ شو بدها منك بالاول بيبو؟ شوف شو بدها منك بالاول بيبو يعني كوكي شو بدك؟ انا عملت كل دفعات وناس ودفاتي بالمدرسه ما في حكي بيناتنا قاعد مع رفيقتي طاط امال عم نلعب قدام البنايه وبكرة بالويكند رايحين على السينما ورح ناكل بوشار ايه ويمكن روح نتعشى بعدين تتقتت وما حدا بيعرف بعدين شو بيصير طب انا عم تبكي لك اكيد بدها تبكي يا بيبو كيف بتقلها هيك الا عم بمزح عم بمزح كوكي دوت امال رفقتها لماما ويا ريت ما بتطير ايه
انا بدي اقعد حد بكره بالصف. ايه وانا كمان كوكي. ايه اوكي يلا عدم باي. طب امل انا مغروم. عرفتي كيف دو مزال شامية؟ رح تسلك النبط هلا ونشوف دقات القلب وعلى اساسها بيصير فينا نشخص. اوكي اوكي أولد. طيب هلا رح قلك تاخدي نفس بس قلك انا اوكي يا خدي نفس بعد ما عم لاقي النبط. بركي هاي مضايقة بعزبك تشلحيها هيدي؟ ايش ليها؟ كلها أفضل هيك أحسن؟ يلا خدي نفس بعد مش معقول خير دكتور ما عم لاقي للنبض مش معقول بركي يمكن هاي مضايقة كمان اشلحيها اشلحيها أفضل اشلحيها كلها كلها اشلحيها أيوة كلها أفضل هيك ايه افضل معلوم افضل كثير خدي نفس بعد مش معقول ما عم لاقي للنبض معقول يمكن السوتيان ضيق انا بقول سوتيان ايه ليك ما تستحي مني انا حكيمها لا لا يعني بعزبك تشلحيها اكيد ولو دكتور ايه والله افضل ها كلها ايه اوكي كلها تفضل افضل هيك خذي نفس بعد هلا مش معقول الدكتور رح تجنني شو ما عندك نبض؟ ما بصير هيك يي خير يي ايه يقطعني يقطعني جبت السميعة المنزوعة يقطعني يي معلش بدي عزبك ترجع تلبس تيابي ليك ما لنا سوي البرازيل وطن الطافشين ملجأ المسؤولين الهاشلين البرازيل لكل من ضبط أموره وفركها البرازيل لكل من عمل ضرباً وفول البرازيل الوطن الثاني والأخير بنجاح كبير البرازيل هنيئاً لمن له مرقد عنزي أو إذا شي مرقد بيسي البرازيل حلم الذين لا حلم لهم بسبب الكوابيس البرازيل لكل مسؤول يبحث عن راحة البال وعن سابع نومي البرازيل اذهب إليها الآن قبل فوات الأوان وأنت الربحان إيه هلا عم تحكوني بالبرازيل إيه لوك نسيت خبرك شو؟ ما عرفتش مين بتزاعل مع مين؟ مين؟ ريمون زاعل مع جورج بوش الرئيس الجديد شو عم تحكي؟ يعني وهسا بيعشي ورش وكولاد بين بعضهم ما بقلوا لك قاضي وليش أنا حلو طيب شو صار؟ وحر قديمة وقت اللي كانوا من يتقابلوا التهاني بتبوش ايه؟ كان من يتقبل تهاني الرئيس يعني أوكي. يفوتوا الأمريكان على البيت الأبيض يسلموا عليه مبروك الله يوفقك يفوتوا عند ريمون عطيني سلون ما يقعدش معه شو عم تحكي؟ بيحبوا ريمون يوصل الأمريكان يهنوا يقولوا له كنتين فوتوا عند ريمون واحد مائة خمسين مية ميتان صاروا قاعدين حوالي ريمون كيف عالم الصغار وهو من يخبر اخباره من يستيلوا خبرة منه خبرون عني وعن اخباري وعن هذا ايه ومن يعبي بقلبه الرئيس الأمريكاني يقولوا له كلمة فوتوا عند ريمون بعدين جاونيك واحد من يهني قال له عابل مية ومدرشن دخلك ريمون إلي إلوانو قال له شحوا مقبور جوا شو؟ مين بدك يسمعه؟ مين؟ بيو جورج بوش البي شو عم تحكي؟ ضل رايح على دغري شو قال له؟ قال له يا عيب الشوم عليك ايه عيب عليك حلو اجا من يقول له بيي انا مش قصدي حط وصمته بالكف ايه اتهم الامريكي كله بالبيت الابيض
جورج بوش البايخوت قال له انت اذا وصلت هالمنصب هو بفضل ريمون وبي الريمون يعني انا حلو شو ما خليلوش ولا كلمه قال له عيب عليك هلا بالقصر هونيك هودي الخدم والحشا والعشيه ومدري شن هو بيحبوا ريمون كثير ما هودي ربيان ريمون بالبيت الابيض بوش امبارح فات بس ريمون من ربيان هونيك طيب زعلوا كثير تركوا شغلهم كلهم وجاوا وقفوا حد الريمون هيك 150 200 واحد وصاروا يجقروا هيك البوش للرئيس يجقروا هيك هيك زعلوا منه كثير وفي واحد من هودي الخدم ايه ابنه بالجيش الامريكاني ايه قال له من البيت الابيض قال له بي القصة هيك 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 عطى خبر هذا للجيش استنفر الجيش استنفر الجيش الامريكاني وصار مهيئ حاله للانقلاب الامريكا كلها نتلوه قدام البيت الابيض 150 الف شخص بربع ساعة عاملين يافطين بص شوف ريمون بيعمل ايه وواحد اتنين تلاتة ريمون يا حياتي وبسيطة شو صار ريمون مثل النار الامريكان 150 الف زلمة عاملين البيت الابيض انقلبت الدنيا فوقين تحتاني قال له جورج بوش الباي قال له لابنه للرئيس قال له هلي بتروح بتبوسه وبتعذر منه الريمون حلو قال لي ريمون تركوا عمو جورج تركوا هنا خيي والاخو بتتخانق مع بعضها ولا يهمك ما بديش يبوسني انا ما بزعلش منه انت بس 150 الف امريكاني الشعر بدله مع قشعه العالم من الشعر لا تقلوه الرئيس الامريكاني ما قدرش يجاوب ما قدرش يجاوب على الارض كر دموعه ما يقدرش يحكي ودموعه تكر ودموعه تكر لو ما حطوش حاجه تحت الدولاب بشرفك كانت دموع فاتت بالحيطان كسرت البيت الابيض والامريكان يبكوا بالبيت الابيض جعير شو عم تحكي؟ وبكي وبرا والجيش بتشوفي كل واحد كل عسكري على الدبابه حدا بيقول لك هودي الجيش الامريكاني وحوشها دموع على الارض دبابات صار كلها مي البيت الابيض هيك عيب جابوا الدفاع المدني الامريكاني يسحب مي من البيت الابيض ركض هو صار في مي ركض بالميات رئيس كبوله وحده هيك بالدولاب صباحا وصل عند ريمون غمره بلا شي بوص قال له انت خيي انت سمحتني انا طلعت انجس منك غمره قال له انا اشعيده خلص بحذر منك حلو حلو كثير شو هالريمون هيدا يعني ريمون وهن ما فيش منه لايك كل واحد بيغلط بس بالنهايه ربيعين سبعة وبحبوا بعض كثير بس مثل بدل في غيري ريمون مش هين يا عميس شهر خبرية ايه والله لايك لايك نسي دمعتي بشرفي هو عادل ريتشاردسون جقل عتيق من أبناء الحي هي فتاة جميلة تدعى رولا ماك آرثر سطلت الملايين بجمالها ورحابة صدرها وطيبة قلبها تسكن في نفس الحي أحبته كيف لا وهي التي ترعرعت على نظراته طوال عشر سنين وتفتحت براعمها على خفقات قلب لا يعرف سواه واليوم بعد عشر سنين ها هي الصدفة تجمع بينهما على الطريق للمرة الأولى كم أنت جميلة عن قريب أحبك قيل لي أنك تحب الشقروات لا لا فرق تعال نكزدر سيارتي في المرآب تتصلح ما بها طاير فيها جنزير الصدر الصدر نعم تعال نمشي سيرا على الأقدام حسنا وهنا ويا لتعاسة الحظ التقيا بصديق حميم لعادل معه سيارة غير شكل عادل مرحبا يا وقعة شاطر بألف وقعة انظروا من جاء يا له من وغد أكيد سوف يحورك على صاحبته ويحاول إغواءها بسيارته لم أرى بحياتي مثل هذا الجمال مرحبا هل تريدين أن نمتطي السيارة ونعمل برمطة في المنطقة ونفشخ على الناس؟ حسناً ولكن نأخذه معنا شكراً لا أريد اذهبا ودعاني وشأني حسناً ابقى هنا برمطة صغيرة وأعود إليك هيا ما اسمك؟ نعيم تفضلي وهنا
عادل يلتقي صديقه فادي. عادل، ما بالك مبوز؟ الوغد نعيم لطش مني صاحبتي الجديدة. أيضا؟ لماذا لا يفك عن هذا الحي ويرحل؟ ما أنا عارف. لو أنا مكانك أزبلها، افعل مثلها، أقول لك ازبلها. ويعوداني مع ضحكة غير مسموعة. عادل، ما زلت هنا؟ لماذا لم تذهب إلى بيتك؟ فادي، كيف الحال؟ هذا ليس من شأنك. هل تسمحين لي بكلمة على جنب؟ عادل، ماذا دهك؟ رولا، يجب أن تقرري الآن، يجب أن تختاري بين سيارة المحرطقة وسيارته. عادل، أنت إنسان طيب، ولكن دعني أفكر في الموضوع. وهنا شرأبت عيناه بمرارة الغصة وانفجرت في وجهه دمعة لم يقدر أن يحبسها، وتدفقت غزيرا لتروي أرض رصيف لم يعتد سوى على المطر. ما بالك حزينة؟ أين ضحكتك التي طول عمرها تفرقع في الحي؟ إني تائهة، حائرة، ملتهبة. ولما كل هذا؟ أحيانا لا أفهمك وأنت صديقتي العزيزة. نتالي، إنه صراع مر في داخلي بين القلب والعقل. قلبي مغرم بعادل وسيارة نعيم طيرت عقلي. ماذا أفعل؟ من أختار يا ترى؟ المال يذهب ويجيء. تريدين رأيي؟ أنصحك بنعيم وسيارته. وهو كذلك، سأتصل به لألقاه وأتصل بعادل لأزحطه. حسنا تفعلين، عين العقل. تبلغ عادل الخبر فكان كوقع الصاعقة عليه. حزن كثيرا وتفتتت روحه من الداخل حزنا، وتشققت جدران قلبه ونش السقف. رقد نحو الشارع علّه يجدهما، ويا لهول ما رأى. نعيم يرمي المفاتيح لرولا لتقود سيارته بنفسها. وهنا تأتي الشرطة وتعتقل نعيم لأنه لم يسدد أقساط السيارة، وهو ثري مزيف ويعمل شيكات بلا رصيد، وهو مطلوب من قبل الأنتربول. رولا الآن وحيدة من جديد، وعادل يستعد للرحيل. ما إن يدير ظهره حتى تناديه. عادل، ألا زلت تحبني؟ روحك لك يا عادل. روح، في ناس عم تحضر شوفني على جوالك. هاي يا زلمه، روحي يا عادل، ما بتحرز القصه كلها له. خلص روحي يا عادل، يا خي ما راح يقعد. زمن يلا بيبو، شو عندك حبيبي؟ بلاش بدفر الجواد عفي. ليه هيك اجانتك صايرة؟ كبراني؟ لا، بلا ترتيب. يلا في انشاء. بلاش بقواعد. تروك القواعد، عمول الانشاء بدي فل. انشاء ايه؟ امنا بلاش بالانشاء. تحدث عن رحلة في الطبيعة قمت بها مع اهلك. اي يلا، عمل لي اياه. انشاء. شو الموضوع؟ الموضوع تحدث عن رحلة في الطبيعة قمت بها مع أهلك. أوكي. يلا تخيل مامي واكتب. إيه، مثل عادي، في يوم المشمس من فصل الربيع استيقظت باكرا على زقزقة الزمامير. شو؟ العصافير. لأذهب في رحلة بيكنيك مع أهلي. فجأة تلبدت السماء بالغيوم، عصفت الرياح وتغير الطقس، فألغينا المشروع. لتا فلسي صالحي ليها. خلص الإنشاء؟ ليه؟ بيبو،
بيبو شو بعمل فيك؟ هيدا انشاء هيدا؟ لك غير الطائف شو بنعمل غير المشروع من روحت هاد الشتي في عزفي؟ ليك ما قال جليتك، ما قال جليتك بلش تخان انا وياك، شو عن جد رح نروح؟ طوب انشاء مثل الخلق. طيب اكو عبقوه كمان. في يوم المشمس من فصل الربيع بالدليزات استيقظت باكرا على زغزقة الزمامير الى سفيري لأذهب في رحلة بيكنيك مع أبي فاسلي وأمي مع أبي فاسلي وأمي مع أبي بس بلا أمي مع أبوك وأمك ما تسبي شو بدك تروحي تعملي هونيك تربيني بتروح على بارو خليك انت بتروح عملي شوبينج روح أنا بوبا يا بيبو خلصني منك بقى اليوم شو عن جد رح روح معكم طب انشاء عم قلك طب مع ابوك وامك بعدين اذا ما انا رحت مين بدي يعمل لك الاكليت بابا اوكي بعدها لكن انا عادي مع ابي وامي جهزنا امتعتنا وطعامنا وتوجهنا الى سيارتي وصلنا الى سيارتي فيا ويلاه وجدناها مفروقة هذه ويلاه مشين سسبنس كان اللص قد كسر الزجاج وسرق المسجلة ام اتريفاس اتصلنا بالشرطة فوصلت على السريع بعد 5 ساعات وبدل من ان تأخذ البصمات وتحقق بموضوع السرقة قالت لأبي نحط بين اهلين الحمد لله السلام يا شيخ منيح اللي مش اكتر من هيك نسكر اهلين اوكي برافو هاي منيحة منيحة وبس مسيرينهم فيها مسيرينهم على المكسيما لازم نحط انه ما عيشوا اصلا يلا بيبو منيحة يا استاذ سرقة ايه سرقة منيحة سلبي اوكي حاصلا له ركبنا في السيارات المجهزة بسيارتي وبدأت الرحلة 217 المتوجهة إلى فرانكفورت عم نزح كأنه على المطار خلصنا بقى طيب خلص أوكي. لقد تحيرنا أين نعمل البيكنيك تحت دواخيني معمل كهرباء الزوكي أو دواخيني معمل شكة أو على جبل الزبالة في الدورة أو على الشاطئ اللبناني الذي تحترقه سناسيل المشاريع البحرية كالرماح أي ثم أي كم أوجعني هذا المشهد هاي إيه أوكي هاي منيحة مزيدة كمان هاي هاي بيبو هاي شو عم تعمل؟ شو هاليأس هيدا دواخينهم ودا البيكنيك بيعملوها بي بي بالطبيعة بي بي بمحل شجر ايه وين في؟ وين في طبيعة وين؟ وين 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 عم تحكي وين في طبيعة؟ دليني هلا بشتري وين؟ رح جنيني لراسي في طبيعة في شجرة بهالبلد؟ لك اكتوب خلصني بقى حش تخترع من عندك دواخين قال خلص طلنا اوكي كفي من هو خلصنا نهار ايه اشعل ابي الفحمة تغدى على جاهد صراحة ايه اشعل ابي الفحمة واحضرت امي يعني حضرتي احضرت امي اللحمة لنشويها بس ما عم ناكل لحمة عم ناكل شي لحمة ما في بقرة مجنونة طب بلا اللحمة أهدرت أمي الدجاجة لنشويه مثلا وكان بس الدجاجة كمان عبقول العلف ما بيسوى ناكل دجاج؟ كتوب حيالله شي بس كتوب لا ما بناكل دجاج كتوب إيه ما بدي أنا سلغ شي كمان اللي تزعرناه أهدرت أمي سمكة أحضرت أمي السمكة لتشويه بس السمك كمان في فيروس
شو بدنا نتغدى؟ شوينا التبولة دي وتناولنا طعام الغذائي، ثم أخذنا قيلولة وتنشقنا الهواء الملوثي. خلصتها يا والله. أوكي يلا ناقش شو عن الطبيعة. لم نرى عصفورا واحدا في ذلك النهار، ولو عصفورا واحدا لم نرى، ولو ريشة لم نرى يا شيخ. ماذا يجري في هذا البلد؟ بلد الكسرات والكومبينات. آه كم أنا حزين لمشهد بلدي. بلدي يعاني من ال... ولك بقبرك؟ ولك آه منك مش من البلدي. بيبو أشعار رح تعمل شو قصتك؟ اكتب بقى مثل الخلق وخلصت منك. بيش على كثير الدنيا مسألك. ما عم بكتب يا عمي. خلصنا يلا بقى نرجع على البيت. اسمعيني بالحقيقة. طيب طيب عدنا إلى البيت منيح. عدنا إلى البيت. عدنا إلى البيت. راح نامي شوية فإذا بالكهرباء مقطوعة مثل الأعدي، فطرقنا 9 طوابق مشي مثل الشاطرين. دخلنا لنستحم قبل النوم فإذا بالبياه مقطوعة مثل العادي. هنا كرز أبي وقرر طلب الهجرة إلى كندا ومغادرة هذه البلاد على الرحلة 217 متوجهة إلى مونريال. نقطة وشكرا. نراسلكم لاحقا من كندا. خلص صلحي صلحي يا خلص حلوة. أنا فينا خلص لك ترك ولك قوق ولك ما أسألك يا ويلي ما أسألك. طب مش معقول فادي هيك. مش معقول. من أي ساعة نحن هون؟ قلنا شي 3 ساعات يا زلمة. بعدين بدون يجتمعوا بشي اوتيل قريب. جيبنا اوتيل باخر الدنيا وقاعد نقعنا 3 ساعات قدام هالاوضه. شو هالاجتماع يعني؟ لو مع السفير الامريكاني كان خلص اجتماع. 3 ساعات مع الموفد الاوروبيه يعني شو في قضايا يبحثوها؟ ما عم بفهم. انا بقول لك رح يشيلوا زير من البير هلا يعني بالاجتماع. بدي اتركها شغله الصحافه. انا بقى بدي اتركها خلص. هلا بعد نص ساعه اذا ما طلع فالل. حضرت المسؤول نريد ان نعرف ماذا جرى في الاجتماع مع الموفد الاوروبيه. الحقيقه كان الاجتماع مثمرا. توصلنا الى مختلف الاوضاع الممكنه اذا بحثنا بالاوضاع بالاحرى، وايضا كان الاجتماع ملموسا يعني توصلنا الى نتائج ملموسه وحسيه، وان شاء الله خير. هلا قريبا ببينوا هالقصص كلها. يعطيكم العافيه. شكرا حضرة المسؤول. شكرا. مع السلامه. يو فورجيت يور تي شيرت. اوكي يعطيكم العافيه شباب. شكرا. مصور. اوكي ثانك يو. باي باي. ثانك يو. تصوري حبيبي شباب. ثانك يو باي. ات واز فيري جود باي. ما بعرف اسبح. لك ايه منيح. شو انا كمان ما بعرف اسبح؟ ضروري تصنع العالم كله يعني. يا الله شو بحبوا الشوقف بهالبلد. عفوا انسة. نعم. ممكن اخذ وقتك دقيقة؟ بعرفك شي مسيو. بعرفك على نفسي. انا الفنان المرهف الرسام عادل كرم. أهلا. ممكن؟ ممكن؟ أنا بصراحة أنا حابب أرسمك. أنت الوحي. أنت اللوحة اللي عقدت شغلها. أنا ضروري أرسمك وأرجوك توافقي. أرجوك توافقي. أنا في مجال؟ أوكي ما عندي مانع. ما عندك مانع. بس أنا حابب أرسمك. نعم. شو؟ بدون بدون شو؟ بدون تياب. شو؟ أرجوك بتفهمي. ليك مسيو ما تفهميني غلط. أرجوك أنا مستعد أدفع لك مصاري. بدفع لك $100. بدي ساعة من وقتك بس لأرسمك. أوكي إذا فيها القصة $100 أوكي. بس وين؟ عندي هيدا عنواني. الساعة 6 موعدنا إن شاء الله. أوكي. ساعة بس بدي أرسمك عاري. أوكي تشرفنا. شكرا. شكرا أنسة. باي. شكرا. يعطيك
يعطيك العافيه. اهلا يا معلم بلي، عندك عده رسم؟ عده رسم؟ ايه البوي البانتور. بانتور ايه؟ بانتور مع الفرشيتين تبع الهولج. بانسو يعني؟ ايه هول تبع اللي بيستعملوه الرسامين. اه ايه تكرم عينك. بدنا تشتنين تكرم عينك. يلا لحظه افرجيك شو عندي. ناتالي هاي. هاي نحلي لقيتك. شو في ناتالي؟ في مجال تفسري له لابنك انه مش كل ما يشوفني يعمل مثله ويتقلدني؟ عرفت. يا الله صرت 100 مره قلت له هالصبر، 200 مره كمان، يا مامي يا حبيبي ما بقى تعمل مثل المستطيل. مات، انا في شغله حاب استشيرك فيها بصراحه. شوي خير ان شاء الله. هيدا شغله كثير زعجتني. ايه ما تاخذني مات، ببقى ظاهر انا ومدامتي من عشيه لناخذ درينك او نتعشى سوا. اللبنانيين فظيعين، بيعرفوني انه انا دكتور، بصيروا يجوا لعندي. هيدي المدام بالطب، بونسوار دكتور سلامتو، كيفك؟ دخلك ابني دينته ملتهبه، شو بعطيه شو بعمل له؟ وهيدي اللي بتجي دكتور سلامتو، يي ما صدقت اني شفتك. منيح اللي شفتك لانه ابني زلعين ونازلين وما عارف شو بدي اعمل. وهيدا دخيلك دكتور سنينتو معي مصران الغليظ، وهيدا ما بعرف شو، وهيدا ما بعرف شو، تطلع سهرتي بدل ما اقعد اتعشى انا ومرتي تات اتات عروة، تطلع عامل لي 50-60 كونسلتاسيون ببلاش. طب شو بعمل انا؟ فيدني انت كمات، شو فيك تنصحني؟ شايف هاي المشكلة؟ هيدي مشكلتي انا كمان. ما انا شو شغلتي؟ مش محامي؟ مزبوط. بيهلكوني بهالنهارات يا معلم، وكله شو على اساس اصحاب. مرحبا مات حبيبي، كون صار لي 20 سنه مش شايفه. بدي اسالك شغله، استشيرك بكره عندي محكمه مثلا، شو سؤال يعني عرفت شو؟ وواحد تاني انه بده يخلي الشغله عنده، بده يعمل هيك مثل تظبيطه، بده يزمط تظبيطه ومن شو 100 سؤال بيسالوني بالنهار يا معلم. وعلى اساس شو يمرقون تمرقات؟ ايه بس لا انا بجاوبهم. بجاوبهم عادي، بس شو بعمل؟ تاني يوم ببعث لهم الفاتوره. شو عم تحكي؟ ببعث لهم الفاتوره استشارة عادية وبيدفعوها مثل الشاطرين. عن جد؟ بفهم، ما هيدي الطريقة هيك لازم تعمل، أنا بنصحك تعمل مثلي. بيسألك أوكي، تاني يوم الفاتورة. فكرة فظيعة بتجنن. إذا ما بتعمل هيك دكتور ما في، كلهم صاروا أصحاب وكلهم بتجنن بتجنن. بمرقوا هيك يعني عادي. معك حق، ميرسي ماتر. بعث لهم الفاتورة. ميرسي ماتر. مسيو عشي، بليز، بليز، اسمعني. ضروري لازم تاخد دوسمان رياحة ليظهر على الستريس كله من جسمك، اوكي؟ فضفي دكتور. هيدي فاتورة كونسلتاسيون من محامي 200 دولار. باردون؟ كونسلتاسيون فاتورة من محامي 200 دولار. بقول لك سلام. عزيزي المواطن، عزيزي المواطن، هون هون فاجأوك بموضوع حزام الأمان، ما هيك؟ انت بتعرف شي وين حزام الأمان بسيارتك؟ كتير منيح، أنا راح دلك وين. اطلع وراك وراك وراك، مش فوقك، وراك الجسر يلي بين البابين. أيوة مش من برا، من جوا، من جوا يا حبيبي. أيوة هيدا هو، شدوا لشوف. معلق ليه؟ لأنه إلك شي 20 سنة ما استعملته، إذا مش أكتر. فمش أنت تقدر تفكه، بدك تتناول شي مطر أو زميل وتطرطق فيه، لا الله يفرجه. بعده معلق. طرطق بعد، قوي الضربة شوي، قوي الضربة، جرب لشوف. ما عم يفتح، شو بدنا نعمل؟ معك زيت؟ عال زيته زيته، شبعه شبعه منيح، جرب لشوف. يلا طيب متي أسروق؟ عيط لك لشي شبين من هالقبضيات على الطريق. ايه شي شبين ثلاثة من هالقبضيات خليهم يساعدوك. يلا كلنا سوا، واحد اثنين ثلاثة، بعد مرة. ايوه مبروك مبروك، فتح حزام الامان، مبروك. عمالك شو بلا مخ؟ ما شايفه كله غبره مجوي، كله عنكبوت، لك 20 سنه مش مستعمله. تجوي تيابك. عندك شي شقفه نايلون؟ تكون كبيره شوي. برافو، فلشها على كل جسمك على كل تيابك،
وهلا صار فيك تحط حزام الامان انت ومرتاح ومؤكد انه ما حد جبت ثيابك. الف مبروك والله ما عاد وليبك. الو الو رولا، فادية معك. رولا بليز تطلع لعندي شوي، متضايقة كتير، بدي حدا حد بليز طلعي. ايه اوكي فادية. شو بك يا حبيبتي؟ معقول عم تبكي؟ شغلتلي بالي يا فادية. حش تبكي مثل هاد صغار، شو قصتك؟ رولا بدي خبرك شي، بس ما بتحكي قدام حدا. اذا بيعرف نبيل بيقتلني يمكن. بتضحكي فادية، اكيد ما رح احكي قدام حدا، ما انك صاحبتي. شطك حليتي؟ ايه شطي. رولا احذري. شو؟ شو؟ انا مغرومة يا رولا، مغرومة. شو؟ مغرومة؟ بمين مغرومة فادية؟ مغرومة بالبنك، مغرومة ببنك اللي بتعامل معه. مغرومة ببنك؟ كيف هاي؟ فسريلي فادية، ما فهمت عليك. حدا بنغرم ببنكه؟ ايه نعم، انغرمت ببنك. ايه انغرمت بالبنك. ايه عم قول لك كيف؟ طيب ما ب... كيف؟ اسألي له كيف. هو علقني فيه، هو قد ما اهتم وقد ما ركض وقد ما بيعمل لي ديجست وبيسمعني حكي حلو. المرة شو بدها بالنهاية؟ له سنة شعارات، وانت لإلي وانا لإلي وكل الطريق سوا، وانا راح ساديك واشتقت لك ووقتني معاشك عندي وانا بحبك. المرة شو بدها بالنهاية يا رولا؟ تعلقت فيه وانغرمت فيه، معقولة هالمعاملة؟ قلت له انا ما بعرف شو بدي اطلع منه، ما بعرف. طولي بالك يا فادية، طولي بالك. كان في عطلة رسمية من شي شهر، قلت انا هلا خمسة ايام تسكير ما بشوفه، ما يعني بقدر بعد عنه، بجرب انسيه، بطلع من هالشغلة. ما قدرت يا رولا، ما قدرت. تاني يوم ركضت على المكنة مثل الاولاد وصرت ابكي واشها، سحبت مصاري بس لحتى شي بريق بدي ارجع اصير ان كونتاكت انا وياه. ما بعرف كيف، ما بعرف شو بدي اعمل، ما بعرف. إذا عرف نبيل يا ويلي. طب ما يا فادية، هيدا اللي بدي أقول لك إياه، إنه أنت مرة مجوزة ونبيل يعني. خلص لازم بعد، لازم بعد. على القليلة أقل شيء بتعمليه. هو علقني المحتل، حطلي إبانو من هول 14 بثلاثة قبل البيت، كل جمعة يزقني بفاستر جديد وشعارات وشقت لك وأنت لعليك ونحن الرفقة. هلكني هلك ودعايات على التلفزيون. بس خلص. في شغلة وحدة بتعويني وبتخليني بعد عنه يا رولا، بتعرفي شو هي؟ شو؟ لما بفكر قديش وبصلحش وكيف سرق لي مصرياتي وضحك علي، قال لي ياي وانا وانت بدزلك مصرياتك، بتطلع هلا ما معي شي شفتهم كلهم. بس هاي الشغلة وحدة بتعويني وخلص بدي بعد عنه واتركه. لازم فادي على القليلة. كلهم مثل بعضهم، كلهم مثل بعضهم. بس ما فيي. شو في نتالي؟ كابوس يا الله. كابوس يا عمي، شو هيك كابوس؟ شو كابوس؟ شو اليوم خير ان شاء الله؟ شو في؟ حلمت قال انا عم اشترك بهذا برنامج الالعاب. يا الله يك نتالي، 100 مره يا حياتي صرت قايلك هيدا البرنامج بالذات ما تحضريه، ما هيدا كابوس بحد ذاته. بتحضريه بتفوتي بتنامي دغري، بفضل تحضري افلام رعب بعد احسن. عرفت بالاستوديو كله عتمه وفي موسيقى بتخوف. طيب منه كابوس هيدا بالحقيقه، هيك هيدا حلم عادي، ما الاستوديو عندهم بخوف والموسيقى بتخوف وكل شيء بخوف. ما الموسيقى كل الوقت عم تعيط كل الوقت. يك حياتي ما هي كل عمرها بتعيط كل الوقت، شو الجديد يعني؟ طيب كابوس مش بس عم تعيط كمان. شو لك هي؟ لبسه كله جلد اسود ومع جنزير وكرباش وعم تخبطهم كلهم. طيب خلص روقي هلا، روقي. انت شو خصك انت؟ واذا عم تخبطهم شو بدك فيها؟ سالتني سؤال. ايه؟ قالت لي شو حسبت المانيا؟ ايه؟ شو قلتي لها؟ انا بعرف كثير منيح يا جماعه، بس حسيت شيء هيك كبشني هون على الرغمانيه، ما عدت عرفت تحكي، ما كنت عم بقدر احكي وحيت. قولي لها بون. بون؟ بون عاصمة ألمانيا الغربية بعرف أنا بعتقد. ليه ما قلتي له بون؟ طب خلص طلع، المهم نامي، مو بقى تحضري لي أنا هالبرامج، هالبرنامج هيدا بالذات، هيدا كابوس بحد ذاته، مو بقى تحضري من هال. خلص بكره بشير. بون 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 بون.
مش انا هيدا جوزي، انا كنت بعرفها، انا كنت بعرفها بقى مش بون. اه مش بون نتالي. برلين برلين قولي لها برلين. نتالي برلين 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 برلين. شو قال لي بون؟ طب بالغلط انا بالليل هلا انا راسي غيري لي هالقناه حتى غير شيء. شو ابو الفهد كيفك؟ شو الاعداد؟ تمام. ليك شو تعشيت امبارح؟ امبارح تعشيت شو بعرفنا شيء مشاوي وسلاد وهيك. ليه انت شو تعشيت؟ انا ما تعشيت. ما تعشيت ليه؟ بك شيء هيك متضايق ما تعشيت. بك شيء متضايق يعني مضرور يعني او شيء هيك؟ متضايق ما تعشيت. صحتك بها شيء يعني معدتك او شيء؟ مضرور متضايق مزعوج من شيء؟ عم اقول لك متضايق. نحن بالبيت العائله كلها متضايقين، ما عم نتعشى لنا فتره انا والمره والاولاد، يعني متضايقين كثير. طب شفتوا حكيم؟ عم بتضايقني اكثر. معك خبر؟ ابو الفات حبيبي، بس اذا في مجال اخر الشهر فيك تمرق لي هال100 دولار بالعمليه. ايه بعرف، بس ما طول بالك علي، ما انا كمان بدي منك 100 دولار وما عم طالبك فيها. هلا بعرف ما في فرق بيني وبينك يعني، بس بعرف يعني انه انا انت وانت انا يعني. شو ما جايبتي جايبتك وجايبتك جايبتي. بعرف هلا شو انت وشو انا، ما انا وياك ذات الشيء اساسا. مزبوط نحن ذات الشيء. ليك يا زلمه شو بنشبه بعض. دخلك انت وين ساكن؟ انا ساكن ببنات الجملون الطابق الخامس. وانا كمان بتعرف شو رئيس؟ رئيس هيدا نحنا. انا وانت ذات الشيء. هيدي قد ما العالم بدها مصاري من بعضها، بقى انت او انا يعني عم بيتخيل لي انه مثلا بركي انا بدي مصاري من حالي. عفيك نوع من الضياع على هوس يمكن على عن ابو المصاري رح جن. انا بعتذر مني كثير. ولا يهمك حبيب قلبي. امرق نقعد شي ليله. ابن نمرق نحن المدام. باي باي. الله معك. باي. نعيم معقول نادين؟ طب شو بكونوا لو بشرفكم؟ ليش هيك زهقانين عم تربحوني جميله انه جيتوا لعندي؟ بشرفكم تعالوا نحضر هيدا ستكم ليكم بفقع من الضحك. بليز زهقانين ولا بشرفكم. ابو الفهد حياتي منيح نزيد. ابو الفهد هو بضحكنا. يعني نيالي اللي بدها تاخذك يا فادي والله بطول عمرك. ليه؟ لانه انت بتضحك والضحك بيطول العمر فهد. ليك ابو الفهد 5 دقائق ضحك بتطول عمرك نهار. طولنا عمرك بشرفك. بشرفك ولا ضحكنا. لحظة فادي قلدنا ابو تعتو. ابو طاطو بيضحي. نعيم لولا نادين. ماما ماما الله يرحمه. تعيش. لا بس المرحوم الله يرحمه في عليه فاتورة كهرباء 750,000 ليرة. يا نبي بعد ما راح الزلمة. معلش. معقول يا استاذ؟ لا يا استاذ ما هيدي فاتورة من سنة 83 ونحن يعني انا موظف علي اني احصل هالمصريات، يعني انه الدولة بتطول بالها بس ما حدا في يهرب منها يعني. بس احترم الميت. الله يرحمه مدام. الله يرحمه. بس اذا بتريد معلش يعني ما تنفعله. لك عيب الشوم عليكم. ما
مدام علينا عليك عليه وفريرة استملحنا ما بعرف في فاتورة بدها تندفع. يا أستاذ رح تندفع الفاتورة بس بهالأجواء ما شايفهم كيف كلهم. إيه ما أنا ملحق حالي على آخر لحظة أحسن ما أنا أدفعها من جيبتي أستاذ. بقى إذا في مجال حتى منكم يا أما ما بعرف بيتعاطى معه أو يدفع من جيبته بيتبرع بس هاي الفاتورة بدها تندفع. لا معلش لا عيب ولا ما عيب ما تخل أستاذ معلش ركز مركز مركز معك إيش يعني؟ في جملة ما بعرف إذا سامعينها حضرتكم يعني كثير متداولة هاي الجملة بتقول الدولة ما مثلها ميت فأنا مش فالي من هون غير ما أقبض الفاتورة وإجرى على إجره يا دلّي لا أنت لا لا الله يرحمه مدام تعيش بس الدولة ما مثلها ميت الله يخدم ده شو ده؟ ليك نادين انت عاملة عملية تجميل ما هيك؟ سلامة فهمك ميراي ولا؟ وانا صرت حاطة لهلا عمليات تجميل 60-70 ألف دولار 60-70 ألف دولار؟ ايه 60-70 ألف دولار شو ان شاء الله فكرك انا هيك خلقت؟ لك انا قلت هيك بزبط حالي عرفتي بركي بيجيني شي ابن حلال بياخدني بيسترني بس ما في رجال عم تتجوز حبيبتي نحن بعصر ما حدا عم بيتجوز انت الله يسامحك هال60-70 ألف دولار اللي دفعتيهم على عمليه التجميل كنت اعطيتيهم كاش لادخن زلمه وكان استمن عليكي وكيف ما كان شكلك عم تمزحي هيك مثل ما انت شو معقول بنت الوزير تسأل المعلمة بالصف ميس نعم ميس شو يعني سوسو نقطة ليه عم تسألي لأنه مبارح سمعت بابا عم بيقلها لماما إنه الوضع الاقتصادي بالبلد هدين على سوسو نقطة أهلا كيفك تعنوس؟ أهلا مين؟ معرفني؟ عدنك روزالي؟ لا مش روزالي مين كنت مغروم بالضيعة من شي 60-70 سنة؟ يعني عرفتك ومعرفتك زهرة زهرة صار لي 60-70 سنة ما شفتك كيف بدي اتذكرك تشكر تانوس اسألت اليوم عرش بالضيعة ما تعطتش معي كيف ما تعطتش معي جيت وقلت لي بس تزهق من زوجك اول واحد بتصير عنده هو انا تشكر تذكرت ايه انا هلا زهقت من جوزي وجاي لعندك شو معقول بنت الوزير تسأل المعلمة بالصف ميس نعم ميس شو يعني خزينة ليه عم تسألي لأنه بارح سمعت بابا عم بيقلها لماما انه بدي يشتري لها سيارة عحساب الخزينة مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ببرنامج الملايين بحلقة اليوم خلونا نتعرف بالبداية على المشترك الأول معنا الأخ نعمان من لبنان أهلا وسهلا فيك الأخ نعمان أهلا خبرني أخ نعمان كم مرة اتصلت لاختارك الكمبيوتر؟ مرة واحدة اتصلت واختارني دغري ومش الحال مش أنه عندك عدة محاولات يعني لا مرة واحدة أول مرة زبطت حالك بالحظ الحمد لله أخ نعمان جاهز؟ نعم جاهز فإذا رحلة موفقة مع الأخ نعمان نحو المليون نعم خليك جاهز قبل ما نبدأ رح نتوقف لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود بعد ما عم بمزح معك رح نبدأ فوراً مع السؤال الأول أخ نعمان
أخ نعمان، السؤال الأول بيقول يا أبيض يا أسود أخضر أحمر أو رمادي؟ الإجابة لحظة، بشو شاكك؟ شاكك يا أحمر يا أخضر، واحدة من هاتنين. على كل في عندك ثلاث وسائل مساعدة، فيك تختار أي واحدة منهم، يلي هني حذف إجابتين، اتصال بصديق أو الاستعانة بالجمهور. نحذف إجابتين. يحذف إجابتين؟ نعم، لأنه أنا مغلبط بين الأحمر والأخضر. إيه بضيعهم يعني. على كل حال بنطلب من الكمبيوتر يحذف له إجابتين لثلاث إجابات الخطأ للأخ نعمان. أخ نعمان، الكمبيوتر حذف لك الإجابتين يلي اخترتهم يلي شكيت فيهم يلي هن الأخضر والأحمر. تعرف ليش؟ ترك لك الأسود والرمادي. أستاذ جو، لأنه أنا بسمع بقوله يا أحمر يا أخضر لكن مش رمادي، مشان هيك أنا قلت. حكى الحال ما بعرف. على كل بشو عم تفكر؟ أفكر بالرمادي. رمادي؟ شاكك بالرمادي. ما بعرف، ما بدنا إياك تتسرع. على كل بعد في عندك وسيلتين مساعدة يلي هن اتصال بصديق واستعانة بجوز. أحسن مخاطر، لكن بتصل بصديق. بس هي رمادي بصديق. أنا متأكد إنه رمادي، بس نتصل بصديق. بمين بتحب تتصل؟ بصديقي فؤاد. فؤاد وين موجود فؤاد؟ ببيروت. معلوماته جيدة ما علينا؟ مش عاطلة، جيدة، مثلي، مثل معلوماتي، يمكن أضرب شوي ما بعرف. خلونا نتصل بالأخ فؤاد. قلت لي فؤاد أو زياد، هني إخوي يعني، حيلا نفس الرقم. أخ فؤاد. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. ألو، مساء الخير أخ فؤاد. أيوة، معك جو الداحي من برنامج الملايين. أهلا أهلا أستاذ جو حبيب قلبي. طول بالك يا أخي. إحنا أستاذ جو بنحبك كتير. شكرا شكرا. في معنى الأخ نعمان، صديقك الأخ نعمان من لبنان، عم بواجه نعمان. سؤال صعب، سؤال المئة ريال، وطالب مساعدتك فيه. معكم 30 ثانية لما بيبدأ الأخ نعمان بالسؤال. تفضل نعمان. السؤال بيقول عفواً أستاذ جو، بس أنا لأنه عم بلعب دق طاولة، في دق طاولة بين إيدي، شي خمس دقايق بيطلع الدق، احكولي بعد خمس دقايق، معلش بالأملي. فؤاد لحظة، سؤال صغير هو دقيقة كله، بس تساعدني فيه تقدر أقطع أقطع الخط. ما بعرف هاتوا، اتصلت بالشخص الخطأ. لا يمكن، ما بعرف، هو مشغول كتير. على كل حال ما، على كل بعد بيبقى لك بدي جاوب فكري دغري. أنا برأيي ما تجاوب دغري، ما تتسرع. بعد في عندك وسيلة مساعدة. إلا إذا ما عندك ثقة بالجمهور. ما بعرف، أوقات الجمهور بلبك المشترك، بغشه يعني عن جهل بكون، يعني مش قصدا، بس بكون معلوماته غلط. لا ما بصير هيك. على كل حال خلينا نسأل جمهور. نسأل جمهور. جاهزين؟ جاهزين؟ رجاءً صوتوا الآن. أخ نعمان، الجمهور أعطاك 99% للجواب أسود، قلت لك، و 1% للرمادي. واضحة؟ لا 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 لا، أوقات كتير مش لازم نسمع مثل ما بقول الجمهور، لأنه بكون أنا جوابي الرمادي وجواب نهائي. خلص نهائي الرمادي. جواب نهائي؟ جواب نهائي الرمادي. أحسن، جواب خطأ، بنعتذر منك أخ نعمان. الجواب هو يا أبيض يا أسود، واضحة؟ مش معقول، ما بيصير في شيء غلط. على كل نحن بنشكر حضورك، رح ننتقل مع المشترك الثاني. خليكم معنا. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك اخ طارق. اهلا فيك. جاهز برحله المليون؟ ان شاء الله. نبدا مع السؤال الاول، ما هو عدد سكان جزيره صقلية؟ هل هو 10,000، 15,000، 20,000، 25,000؟ بشو شاكك؟ بمرتي، بس انسى. بشو عم تفكر؟ عم فكر صافف على راس المفرق، خايف يكون مسكر على حدا، بس انسى. هون نحن اخدينه بالمدرسه، بس استاذ جو ما عم بتذكره. على كل في عندك ثلاث وسائل مساعده. بقدر اتصل بصديق؟ طبعا. مين بتحب تتصل؟ بتصل برولا. رولا وين موجوده رولا؟ بلبنان.
خلونا نتصل برولا بلبنان. الو الو، مساء الخير، معك جو داحي من برنامج الملايين. اخت رولا، في معنا الاخ طارق عم بواجه سؤال صعب، سؤال بدايي وسؤال 100 ريال وطالب مساعدتك، ومعكم 30 ثانية من لما بيبدا الاخ طارق بالسؤال. تفضل طارق. الو رولا، معك، كيف في اخدمك؟ دخلك عندكم فرع بجيب جنين ما هيك؟ بلا. ما هو عدد سكان جيب جنين؟ 15,000. بدك تعرف اسم المختار؟ مش ضروري، لكن جوابي هو 15,000. جواب نهائي؟ جواب نهائي. للأسف جواب خطأ، لأنه ما دخل سكان جيب جنين بسكان صقلية. الجواب الصحيح هو 20,000. على كل، نحن كسبنا شوفتك. نتأسف نقول لك أنه خسرت. خلونا ننتقل مع المشتركة الثالثة وهي الأخت رولا من لبنان. حسك ملبكي يعني شوي لأنه الأسئلة والكاميرا ورهبة. لا، شي طبيعي شي طبيعي. على كل، قبل ما نبدأ صرت تعرفي شروط المسابقة، فخلينا نفوت بالسؤال الأول ونبدأ. نعم. من أشهر شعراء العصر العباسي ألف كتاب المظلة، من هو؟ الخوارزمي، محي الدين المغربي، أبو العلاء المعري، عمر بن أبي ربيعة. بشو شك؟ يعني صراحة مش شاكي ولا واحد فيهم، لأنه بتعرف الواحد لازم يكون شوي ضليع بتاريخ العلوم عند العرب، وأنا ما يعني مش على هالأساس. على كل، في عندك ثلاث وسائل مساعدة ممكن تختاري أي واحدة. بتصل بصديق. بتصل بصديق. نعم. مين بتحبي تتصل؟ هو صراحة مش صديق، يعني هو ابني بيبو. ابنك بيبو؟ بيبو. ايه بيبو. وين موجود بيبو؟ ببيروت بالبيت، يعني تركته بالبيت وجيت. خلونا نتصل بالأخ بيبو بلبنان. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. هلا. مساء الخير أخ بيبو. ايه معك جو الداحي من برنامج الملايين. ايه في معنى والدتك هون عم تواجه سؤال البداية، سؤال الميت ريال. هلا بدك تسألها وطالبي مساعدتك. معكم 30 ثانية لما بتبدأ الوالدة بالسؤال. اتفضلي ست رولا. بيبو مامي، اسمع السؤال منيح. من أشهر شعراء العصر العباسي ألف كتاب المظلة، من هو؟ الخوارزمي، محي الدين المغربي، أبو العلاء المعري، ولا عمر بن أبي ربيعة؟ من أربعة، عمر بن أبي ربيعة. أكيد بيبو؟ لك إيه أكيد، هين بأنه الخوارزمي اشتغل على الكيمياء والفيزا وما ضرب ضربة، ما كتب أصلاً. محي الدين المغربي ما كان بالعصر العباسي يا زكية، كان بالعصر الأموي أيام دجلة والفرات. وأبو العلاء المعري اشتهر بالوقوف على الأطلال، كان يضل يبكي وينعي على عشيقته. ما في غير عمر بن أبي ربيعة أكيد منه. يعني جواب نهائي؟ إيه؟ طيب أوكي، تانكس مامي. إيه رسالة أهلي. خلص، جواب رقم 4 عمر بن أبي ربيعة. ابنك بتأكدي عمره 8 سنين؟ ايه بس يقبلني ذكي كتير، بوثق بحكيه يعني. جواب نهائي؟ نعم. جواب صح، برافو، صار معك 100 ريال. ننتقل للسؤال الثاني. للأسف خلص وقت البرنامج. على كل، راح تكفي معنا ست رولا بالحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا. مثل ما شفتوا كان معنا الأخ نعمان من لبنان وصل لل 100 ريال، وكان معنا الأخ طارق كمان من لبنان وصل للمئة ريال، ومثل ما شفتوا معنا ست رولا وصلت للمئة ريال، ولكن رح تكفي معنا بالحلقة المقبلة إن شاء الله. أنتوا كمان فيكن تتابعوا وتشاركوا، ولكن لازم تتصلوا على الأرقام اللي عم تشوفوا قدامكم على الشاشة. اتصلوا هلأ، المليون ناطر والباقي عليكم. اخذت له سرعته لهيدا؟ ايه؟ هيدي السيارة المسرعة اخذت له سرعتها على الرادار لقطها؟ لا. لك ليه ما اخذت له سرعتها؟ لأنه طافي الرادار. طافي له الرادار؟ ومغطيه كمان. ومغطيه كمان؟ ليش يا زلمة طافي الرادار ومغطيه؟ ليش طافيه؟ وليش مغطيه؟ بركي قصفونا.
مايحة. ايه بلي بلي خلص خلص ما مش مسرع الزيادة اصلا. مرحبا. اهلا اهلا استاذ. وين البارمن دخلك؟ حضرة البارمن. اه انت البارمن؟ ايه نعم تفضل. شو بتحب تشرب استاذ؟ ما بعرف في درينك هيك عبالي اشربه بس ما بعرف اذا بتعرف تعمله. اذا بعرف بعمله؟ استاذ 17 سنة خبرة. تفضل امور. شو الدرينك؟ عتيق يعني. كتر خير الله. تفضل استاذ. طيب بدي هذا الدرينك اسمه ميسكالينا بيناتيتو لاتاتينا كويرفو سيتا تاتو فيتا بامبانيارا عفريز. سوري سوري مسيو بس يمكن ما فهمت عليك. ميسكالينا تينا تيتو لاتاتينا كويرفو سيتا تاتو فيتا كامبانيارا عشو؟ عشو؟ عفريز؟ فريز؟ كنت سمعت غلط. ايه تكرم عينك استاذ. عيني مسكالينا هنا في طلعتنا في الوسيط طبعا كمبانيارا عفريز. تكرم عينك لحظه بس. غدا وما بده يدفع فاتورته. انا ليه؟ مين عم يسأل؟ قديش طلع الحساب؟ $20 تفضل يا مدام. أنا ما قلت لك إنه مصرياتك رح يوصلوا لك على آخر قرش؟ تفضل عود. عود. الله يعوض عليكم. الله يعوض عليكم اللي يومين بلا أكل. خليك هالقامة الحلوة يا ست. عوض عليك يا رب. خلي لك صحتك الشاب الحلو. الله يعوض عليكم. 98 فوز بالبيت مسؤول عنه. الله يخلي لك الله يعطيك صحة وينورك يا رب. الله يخليك بصحتك يا شاب الحلو يا رب. طول عمرك يعوض عليك يا رب. الله يعطيكم ويعوض عليكم. مسؤولية 20 فوز تحت رقبتك. شو رئيس ابو الفات؟ لك شو بك نقزت يا زلمه؟ نقزنا ولو شريك؟ شو طمنا كيف هالغل اليوم؟ تمام والله مطلعني اليوم يعني من عبكره لهلا شي 70-80 الف ليره. طيب انا لا هدول 95 الف. شو؟ 95 الف عامل. وين عم تشحد انت؟ على اي نقطه؟ على راس الشارع هونيك. شو ملطش هيك تقول لي؟ لا الشغل تمام اليوم عظيم عظيم. خلص بزياده اليوم. ايه؟ خلص بزياده. يلا روح تنمشرعن عملنا شي مشروع. شو في براسك؟ يلا شو عندك شي فكره غير شكل؟ شو بدك نعمل؟ شو بعرفنا مثل ما بدك، شو حابب؟ سوشي ساشيمي؟ يا عيني عليك. منيحة ايه؟ عقد يلا احلى فكرة. سشينا؟ سشينا يلا يلا روح. لازم نحجز قبل او طاف ولا مش لازم؟ لو خلص ولا ما بيعرفوني؟ لو خلص بلا حجز روح. مرحبا. اهلا استاذ. تفضل شو بتحب تاخذ؟ بعزبك شي كاس ويسكي دبل قبل ما تبلش. تكرم عينك. تفضل حبيبي. عزبك يا مول معروف. نعم. شي واحد دبل بعد. ايه تكرم عينك. قبل ما تبلش تفضل استاذ. عزبك بعد شي كيس دبل
تكرم عينك قبل ما تبلش. تفضل استاذ. اهلا وسهلا فيك حبيبي. نعم. عزوك بعد شي واحد دبل قبل ما تبلش. يا استاذ اهلا وسهلا فيك بالمحل، يعني محل محلك، بس في شغله بدي اسالك اياها. صار لك ساعه بتقول لي قبل ما تبلش قبل ما تبلش، شو هي اللي بدها تبلش؟ في شي ماتش فوتبول؟ في شي مباراه باسكت بدك تحضرها مثلا؟ شو اي رقم هيدا الكيس؟ ثالث رابع خامس؟ شو هيك رح تروح بالقنينه؟ شو قلت لي بالبيت قبل ما نجي؟ شو قلت لي؟ كيس ماكسيموم كيسين حبيبتي، بدنا نتسلى وننبسط. شو رح تروح بالقنينه؟ لا مش معقول هيك، ما فيني كفي انا كل ليله كل ليله كل ليله كل ليله. شفت؟ بلشت. ميرسي حبيبي. اعطينا الحساب يا مول معروف.